كابتن محمود الخطيب، لما بتسمع الاسم اول حاجه بتيجي في بالك ايه؟ الاسباب حبي في الكوره، اول حاجه بتيجي في دماغي مارادونا ومحمود الخطيب. هما دول كانوا بالنسبه لي. ليه حبيت الكوره؟ عشان الاثنين دول، ويعني وهضيف معاهم برضو هو مثلث، مارادونا محمود الخطيب وطاهر ابو زيد. دول الثلاثه اللي بالنسبه لي كانت الكوره. الخطيب بحبه جدا لانه كان ستايله تحسي يعني كمانجا في الملعب. طب لو عايز توجه له رساله تقول له لا، اقول له انت مش محتاج اوجه له رساله. انا بقول له انت تاريخ، يعني هو تاريخ كبير جدا، تاريخ مع النادي الاهلي. وبقول لك سبب حبي في الكوره محمود الخطيب، من احد اسباب حبي في الكوره. كابتن طاهر ابو زيد برضو نفس القصه، انه ان انا اشول، فكان طاهر ابو زيد بالنسبه لي اقرب حاجه لمارادونا انا شفتها في مصر. فكان لعيب كبير جدا. مارادونا بقى كنا بنشوفه في فيديوهات حقيقة التلاتة وحاجات مميزين جدا. طبعا طبعا مفيش غبار زي ما بيقولوا ولا كلمة ولا كلمة بالظبط.